منذ أكثر من 60 سنة في العاصمة نواكشوط يمتهن هذا الشيخ صناعة الذهب والفضة بطريقة بدائية تحتاج الكثير من الدقة والتركيز، حيث تمر بمجموعة من المراحل المختلفة لتكون بعدها صالحة للعرض بأشكالها وألوانها المتنوعة. الذهب نقبضوه من التراب خام، نلقطوه احنا ونصفوه ونذوبوه ونسلقوه سلوك وسطاح ونعدلوا منه البدل ونعدلوا منه القلايد ونعدلوا منه جميع الحلي اللي كان موجود انذاك. ونفس ذاك اليوم، لان اليوم ما ترينا نقيس التراب ونقبضوه من المعادن. عندنا الان نقبضوه من الذهب المتكسر من عند العلاف ونشروه ونعيده صياغة ثم لصياغة أخرى حسب الطلب اللي موجود لنا، تقليدي معاصر ذاك كامل الحمد لله. فيما يجد آخرون أن الصناعة التقليدية التي تعتبر من الموروث الموريتاني الأصيل يعاني أصحابها الكثير من المشاكل المتعددة، تحتاج إلى لفتة من الجهات المعنية لتطوير منتوج يقولون إن أصحابه ما زالوا يستخدمون طرقا بدائية في صناعة الذهب والفضة. الشغلة هذه لا صنع بدائي، نختار الدولة توفرنا آلات حديثة على ضرار الدول مجاورنا كاملة، وبالتالي لا يكثر إنتاجنا إن شاء الله تعالى، وهذا هو اللي ندور من الدولة، ندورها تساعدنا مساعدات مادية ومساعدة في الآلة. بين صعوبة الحصول على آلات حديثة متطورة تساعد الكثيرين هنا في صناعة الذهب والفضة، تبقى الصناعة التقليدية بحاجة إلى الكثير من الاهتمام والرعاية من طرف الجهات المعنية.